دكتور عبد الكريم محمد عامر، وكيل الشؤون العلمية الأكاديمية الليبية فرع المرج. الحقيقة حاليا في هذه الأجواء الربيعية الأكاديمية الليبية فرع المرج تشهد انطلاق الامتحانات النهائية لفصل دراسي خريف 22-23. انطلقت هذه الامتحانات طبعا يوم 5/3 وسوف تختتم إن شاء الله يوم 17/3. طبعا ل 16 قسم علمي حاليا عاملة في مدينة المرج، تختم يوم 17/3 وستعلن النتيجة إن شاء الله يوم 26/3، وبعد ذلك سيدخل الطلبة في عطلة نصفية حتى بداية تسجيل الفصل القادم الذي يكون إن شاء الله بعد شهر رمضان المبارك، تقريبا يوم التسجيل الفصل القادم حيكون يوم 14/5 بإذن الله تعالى، ليكون فصل الربيع 22/23. بهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أشكر طبعا كل من قام بتغطية هذه الامتحانات، خصوصا تلفزيون المسار والطاقم العمل به، ونتمنى لطلبتنا التوفيق والسداد، ونشكر كل جهود من موظفين وأعضاء تدريس وعاملين في هذا الفرع على تسهيل هذه الأمور للوصول بهذه المرحلة وتوفير المسافات على طلابنا في مدينة المرج. الفرع يعني في 511 طالب، أغلبيتهم من مدينة المرج، ولكن كلهم طبعا في مجموعة أخرى من خارج المدن، فيه من البيضاء، فيه من درنة، فيه من جمينس، فيه من جدابية، فيه من كثير من المدن الأخرى. أيضا لو حكينا على مدينة المرج، هي رقعة جغرافية كبيرة يعني تضم عدة مدن من جردة، ستاكنس، البياضة، البنية، توكرة، لبيار، يعني طلميثة، يعني كل المدن المحيطة بمدينة المرج في طلبة موجودين في هذا الفرع حاليا يقرون، والفرع وفر الفرصة رائعة للدراسة قريب من مقر سكنامي. والله عندنا 5 مدارس فاعلة في الأكاديمية، منها مدرسة العلوم الأساسية فيها قسم علم النبات وقسم علم الحيوان وقسم علم الميكروبيولوجي وقسم العلوم البيئية، علوم وهندسة البيئة. عندنا مدرسة العلوم الإنسانية فيها مجموعة أقسام، عدد كبير جدا من الأقسام، على رأسها تاريخ وجغرافيا وعلم النفس وعلم الاجتماع وكثير من اللغة، ومدرسة اللغات فيها قسم اللغة العربية، وجاري حاليا العمل على فتح قسم اللغة الإنجليزية. فيه مدرسة العلوم الهندسية فيها قسم علوم هندسة المواد والتقنيات الطاقات المتجددة، فيها كلية العلوم المالية ومدرسة العلوم المالية والإدارية، فيها قسم التمويل وفيها قسم المحاسبة وفيها قسم الإدارة
التنظيم والإدارة. ويعني إن شاء الله نسعى لتوفير القسم اللي توفر إمكانياته البشرية والمادية إن شاء الله حيفتح. والأكاديمية طبعا إحنا فرع من أكاديمية الدراسات العليا، أكاديمية الدراسات العليا في طرابلس، وبالتالي نحن نمشي على نفس الخطوات اللي ماشية في طرابلس ونتواصل مباشر بيننا وبينهم إن شاء الله. طالب محمد فؤاد نبوس، قسم علوم البيئة. الحق إنه بعد انفتح القسم المياهي وفر لنا جهة واجد ومسافات. أنا مخرج جامعة عمر المختار بيضة، وقدمت كم مرة واحتضرت إني نمشي نحضر في البيضة، بس الحمد لله بعد انفتحت الجامعة هنا وانفتحت الدراسات وفرت أي مسافة. لا متوفر كل شيء، دكاترة على مستوى عالي بكل، كل شيء موفر عندنا الحق. وأغلب الدكاترة يجونا هم عمداء هذه كليات، من الدكتور ربح، دكتور عبد الدايري، حمدي يعقوب، ما شاء الله يعني الحمد لله. رجب أبو مختارة ورجب محمد حسن من الأكاديمية الليبية فرع المرج تخصص إدارة. نشكر أولا القناة لزيارتها الأكاديمية الليبية، وثاني حاجة نشكر حتى القائمين على الأكاديمية بجد، يعني وفرونا وقت واجد. كنا قبل نمشي عند بنغازي، وفي اللي مشى البيضة، وفي اللي يعني تبهدل حتى في المشي وجاي في الطريق، لكن الحمد لله اللي توفرت في مدينة المرج. ونشكر كل من قام عليها، ونشكر في نفس الوقت الإدارة الأكاديمية المتمثلة في أكاديمية فرع المرج.